صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك. معكم نغيدة جبيلي وربيعة الدعوق من العاصمة بيروت، مواكبة لليوم الأول من الشهادة الرسمية، شهادة الترمينال اللي عم بقدم عليها كل الطلاب اللبنانيين وأيضا هناك طلاب سوريين. اليوم الأول كان بيتضمن ثلاث مواد وهي الرياضيات المات والفيزيك وأيضا العربي. خلينا نشوف الأجواء الموجودة هون في لحظة توتر عم بعيشها الأهالي، لحظة خروج التلاميذ. كيفك؟ أول شيء أول سؤال، أنت مدرسة رسمية ولا خاصة؟ خاصة. خاصة. كيف لقيتوا الامتحانات؟ هلا سهلين الحمد لله، قدرتوا تجاوب على كل الأسئلة؟ حسيت في أشياء منك منكم دارسينها مزبوط؟ تقريبا في أشياء منكم دارسينها مزبوطة. منكم دارسينها مزبوط. في توتر كان؟ في أشياء ما شايفينها كمان. في اشياء ما شايفينها وانتم مدارس خاصه، في قصص ما نكون اخذينها بالمدرسه. لا هيدا شيء منه منيح ابدا. لا منه. شو بتقول اليوم للوزير؟ لانه كنا عم نسمع دعوات عم تطلبوا بي انه يتم اعفائكم، لانه اليوم في اعتصامات كانت عم امتحانات احسن ما كان عفاء اكيد، بس ما فيك تعمل شيء. حتدرس اكثر للنهار الثاني اكيد. جود لك لك. المدارس الخاصه اليوم عم يشكو من انه الامتحانات عم بتكون شوي صعبه وبعض الاسئله منن اخدينا. خلينا نكفي تناخد بعض التلاميذ اللي خرجوا او اللي عم يخرجوا. خلصتوا امتحانات ما هيك؟ صح. كيف كان اليوم الاول؟ اليوم الاول كان منيح. أوكي. بس الماث اجى صعب، يعني هن عم يقولوا انه هو اسهل اسهل سنه حيكون، بس هو بالفعل هو اصعب سنه كان. جربنا نحله قد ما فينا يعني، وفيزيكس كان سهل وعربي سهل تقريبا، يعني سهل سهلين الامتحانات اجمالا. انت شاطر شكلك بالمدرسة. ايه شاطر. هلا البعض قال بانه في اسئله من الاساتذه ما كانوا مركزين عليها بالنسبه ليعطوكم الدروس بالصف، وتفاجئتوا انه اجت بهالقوه. صراحة لا، أنا كمدرسة خاصة كنا نركز على كل شيء متساوي، وكنا درسين كل شيء يعني محضرين تقريبا 99%. نحن ضل في هال 1% اللي هو هامش لا يعترف فيه. شكرا لك. خلينا نشوف مدارس خاصة ولا رسمية حضرتكم؟ انت حكيتك كمان. خلينا نشوف ناخد حدا من التلاميذ بالمدارس الرسمية. كيف الأعصاب مدام؟ أعصاب فرطانة. ابنك ولا بنتك؟ بنتي. عم بتقدم بنتك. مدرسة رسمية ولا خاصة؟ رسمية. رسمية. اليوم عم نسمع شكاوي كتير كبيرة انه الامتحان كان عم بيسأل التلاميذ عن قصص منا دارسين، خصوصا المدارس الرسمية. هيك سمعنا من كل أهالي الصراحة. أوكي. بس ما بنعرف بعد ناطرة لك شو عارفة بنتي شو حتقلنا يعني. ما بنعرف والله. ان شاء الله خير، بنتمنى لها التوفيق يا رب. كمان مرحبا حاج، يعطيك العافيه. مين ناطر حضرتك؟ بنت ابني. بنت ابنك. حفيدتك موجوده؟ نعم. ويعني ونازل لتنطرها لتشوف شو عملت. الحمد لله. انا ما عندي رسميه ولا خاصه؟ رسميه. بس عفوا هلا برجع بحكيك سؤال، كيف لقيتوا الامتحانات؟ البعض عم بيقول انه في اشياء ما كانوا عاطينكم اياها. صعيد المات كان منه سهل. أوكي. يعني منه كان على الليفل تاع هذيك السنه كدوره، اما على صعيد الفيزيكس كان كثير منيح، والعربي كان مثل المعتاد يعني عادي، دوره عاديه كان. كيف كان المراقبه؟ كان منه كانوا كثير انه ستريكت معنا، لا كانوا عادي تساهل بس انه كله كان بانضباط وما كان في ضجه ابدا، وكله كان يعني اندر كنترول. شو وضع الكاميرات؟ قال هيك عملت لكم حاله من التوتر لا عادي، بس انه كان دائما انه في انه انتبهوا في كاميرات وهيك، بس انه كان كل شيء يعني رواق ماشي الحال. شكرا لك. عودة لك حاج. يعني حضرتك من وين؟ من أي منطقة؟ من صعيد. من بيروت. 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 كيف ملاقي الأجواء هون؟ هيك لحظة توتر عم بعيشوها أنت كمان؟ في مين؟ في عم يظهر تلاميذ زعلانين، في تلاميذ مبسوطين. أنا قلت برأيي يلي دارس وشادد حاله فرحان، بس اللي ما دارس زعلان. هيدا الحال. خلينا نشوف ونسأل أكثر عن التلاميذ. مدارس رسمية ولا خاصة؟ طمنيني. هاي بنتك لنعرف كيف كانت الامتحانات؟ يعني
صعبة وسهلة. أخذتوا يعني في أسئلة اليوم تفاجأتوا أنه اليوم عم تنطرح بالماس. أنتوا بتتمنوا يكون في تساهل أكتر بالأسئلة؟ يا ريت. لو هي في مثلا مادة الفيزيكس كانت سهلة بس كان طريقة الأسئلة غريبة شوي بس أنه مفهومين بس مش مثل اللي درسناهم أبدا. يعني كنتوا بتتمنوا لو الأساتذة عطوكم وقت أكتر كون اليوم كان في إضرابات كتير بالمدارس الرسمية، تحسوا أنه كان لازم يكون في تركيز؟ لو كان معنا وقت أكتر بحس كنا عملنا أحسن. شكرا لك، رح نترككم. فإذا هيدي الجملة اللي عم بكررها اليوم تلاميذ الشهادة الرسمية باليوم الأول من الامتحانات، كان قد قام وزير التربية عباس الحلبي بجولة اليوم على الطلاب بالمدارس، ولكن هناك من يعترض على إجراء الامتحانات لكونها غير عادلة برأيهم، لكون هذه أو بعض الثانويات لم تنهي المناهج كاملة. تجدر الإشارة أيضا إلى أن صباح هذا اليوم حصل فينا نقول نوع من تعرض موكب الوزير عباس الحلبي لمجموعة كان موجود هون بهيدي السنوية. خلينا بس نذكر المشاهدين نحن موجودين على سنوية الأمير شكيب إرسلان المختلطة بفيردان. أثناء وجود الوزير بهيدي المدرسة صباحا حصل هناك اعتراض. خلينا نشوف هيدا الفيديو. هيدا موكب أو سيارة الوزير تم اعتراضه من قبل بعض الشبان، قالوا بأنهم هن من مدارس الثانوية، ولكن تم التوضيح بأنهم هن حركة طلابية وليسوا طلاب أو أهالي. عددهم كان حوالي 9 أشخاص. تم اعتراض السيارة، اضطرت سيارة لتوقف قليلا، رجعت غادرت، ومن بعدها غادر الطلاب أو المعتدين أو المحتجين بطبيعة الحال. بعدها مدرسة رسمية أو خاصة؟ رسمية. كيف كانت الأسئلة؟ صح أنها صعبة؟ في بس امتحان المات صعب، الفيزيكس نص نص، والعربي بيقطع. كنتوا بتتمنوا لو كان معكم وقت أكتر لتكونوا متمكنين لإجراء هيدا الامتحان؟ ما درسنا إلا 2-3 شهور بالمدرسة وما تمكننا. يعني هذيك السنة عم حل الدورات كانوا أسهل بكتير من هاي السنة. هيدي السنة أصعب من هذيك السنة المات بكتير. يعني عم حل الدورات سكرته بالمات هاي السنة أبدا. برأيك اليوم الامتحانات بالنسبة لإلكم للمدارس الرسمية هي غير عادلة؟ 100%، لأن الخاصة أخذوا 9-10 أشهر وخلصوا المنهج 200 مرة، نحن أنجأ مرة وما حلينا زيادة. شكرا لإلك، حنخليك لتطمن أهلك. ابنك؟ لا. ايه شو قالي لي؟ لا ما بدي اطلع، ما بدي اطلع. طيب يلا مش حيطلع شكلك، اذا عندك نقطه بدنا نزيله صوته. ما بدي ما في كاميرا صوتك، بدنا نزيله صوته لانه هيدا هو اللي صار. يعني احنا اولادنا بالمدرسه الرسميه بس ما درسوا. قد ايه وقت؟ شهرين درسوا تقريبا، شي 3 شهرين تقريبا. شو مبسوط؟ لا. مبسوط؟ لا مبسوط لانه في كاميرات عم بتصورون. طب شو كيف خبرنا الامتحانات كيف كانت؟ صعبه الامتحان الماث صراحه توقعنا اهين بس انه منيح نطباد. امتحان الفيزيكس كان كتير هين كتير منيح. امتحان العربي انه عربي يعني ما عادي. مدرسه رسميه حضرتك ولا لا؟ لا خاصة. خاصه كمان الخاصه حسيتوا بانه الامتحان صعب عم بيكون بالماث؟ ايه كان شوي صعب صراحه. هلا انتم درستوا اكثر اشهر من المدارس الرسميه، كيف كانت الاجواء؟ كنت متوتره بالصف بين رسمي وخاص؟ صراحه في التلاميذ الرسمي كانوا بيصعبوا اكثر منه. أوكي. انا كنت عم بشفق عليهم صراحه انه اذا التلاميذ الخاصه اللي عم يدرسوا كل السنه واستصعبوا بهذا الامتحان كيف التلاميذ الرسمي؟ انا هيك انا صرت حس. برايكم هيدي امتحانات غير عادله؟ أكيد أكيد. شكرا لك. امتحانات رسمية مدارس رسمية ولا خاصة؟ خاصة. شو كيف لقيتوا لنا الأجواء؟ لأنه الرسمي شوي عم يظهروا زعلانين. هلا صراحة استصعبنا كثير المات، الخاصة والرسمي استصعب، والمات جابوا لنا إياه صعيب بس باقي الأشياء يعني رواق كان. يعطيك العافية. حنفتح طريق. خبرينا كيف كان الامتحان اليوم؟ الحمد لله يعني هو متوقع شوي أسهل بس مش الحال، يعني
تعدينا لانه قد ما فينا نتلافى الاشياء اللي مرقت. في اسئله او امور مواد ما بعرف تم يعني سؤالكم عنها وانتم ما كنتم متمكنين منها، ما كنتم دارسينها مزبوط، او الاساتذه ما قدروا انهم يركزوا عليها مزبوط؟ هيدا ثاني احتمال اصدق. نحن مرقين عليهم بس ما قدرنا كثير نتمرن، فما كثير نحن متمرسين، بس كل واحد قد ما حاول لحاله يتعلم شكل ذاتي اصدق. هيدا نتيجة الإضراب اللي كان عم بيقوموا فيه الأساتذة. من أي مدرسة حضرتك؟ عمر فاروق. ببيروت كمان رسمية تم فيها طبعا الإضراب من مثل كل المدارس الرسمية من قبل الأساتذة. برأيك عم نسأل كل التلاميذ، بتحسوا أنه اليوم امتحانات 2023 لألكم هي غير عادلة؟ لأنه السنة هديك السنة كانت أسهل من هيدا السنة، مع أنه نحن مرينا بظروف أصعب. المدارس عطلت كتير وسكرت كتير، بس نحن كأهالي كنا واقفين مع أولادنا والحمد لله خطوة بخطوة عم واكبون، والله يوفق الجميع، واللي بيدرس منيح برجع بقوله بنجح إن شاء الله تعالى. أنتوا خايفانين اليوم على أولادنا؟ والله خايفين، نحن متكلين على رب العالمين وأبدا مش خايفانين، وعارفين شو عنا أولاد وكيف درسوا وكيف تعبوا وكيف سهروا، والحمد لله رب العالمين الله بوفقهم. كنتوا بتتمنوا لو يتم إلغاء الترمينال؟ لا أبداً. لا أبدا، خلي الشاطر ينجح. الامتحانات ضرورية لحتى ما يكون كل الناس مثل بعض، في دايما بالحياة واحد ربحان وواحد خسران، الربحان بينبسط بربحه أرتيك، والخسران شكلة بنوتك شاطرة كتير. بإذن الله بإذن الله كلنا تعبانين معه وكلنا واقفين معه. الله يقويكم ويحفظ لك إياها. ميرسي. عم نشوف بعضهم التلاميذ عم يخرجوا، هي حالة اليوم من الصعوبة. شو هو البشع؟ سمعتك عم تقولي بشع المات؟ يس. مدرسة خاصة ولا رسمية؟ لا رسمية، ونحن أكثر حدا على فكرة تعرض للإهمال. في أساتذة أضرب، وكلنا بنعرف أنه 4-5 شهور أضربين، آخر شيء بيجوا بيدرسوك شهر. في أساتذة عطيت من قلبه بس ما عطوا حقوقهم، بعدهم لما تحكيهم يقول لك انا ما في انزل لانه حقوقي ما عم باخذها. شغله ثانيه، لما انا انزل على الامتحان يجي الوزير يسالني انه الامتحان كيف هو، ما رح كذب عليك واقول لك انه انا عارفه حل، ما عم بعرف حل. قلتي له هيك للوزير؟ قلت له انه هيك منه سهل، ماني مضطره اضحك على حالي واضحك عليك، اخر شيء بسقط انا بالاكزام. انصدمنا كلنا، كل التلاميذ بلشت تبكي بقلب الصف لانه ما حدا توقع هيدا المستوى. 80 يوم نحن دارسين، شو درس الرسمه؟ شو درسوا؟ ما درسوا شيء، ما درسوا شيء. الأساتذة بيقول لك أنا ما بنزل بدرسك لأنه ما حدا عم يعطيني حقوقي. هلا هني حقهم ومنهم مضطرين، كمان في بنزين في بيوتهم بعيدة، عندهم أولاد عندهم مدارس عندهم ألف شغلة، نحن كمان مش ذنبنا. لما قلتي له هيك للوزير شو كان ردوا عليك؟ ابتسم، ابتسم وقال إنه لا جو الامتحانات إنه مبين سهلين والأسئلة سهلين ويلا بالتوفيق وهيك. بس انه هني عم يجربوا يضحكوا علينا، واللي بدنا نقوله انه ان شاء الله نقدر نعوض بغير مواد وهالقد. شكرا لك على هيدا التوضيح. اذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحه الفيسبوك، هيدي هي الاجواء من اليوم الاول من اجراء الامتحانات الرسميه لشهاده الترمينال الثانويه. اليوم هناك حاله من هيك التوتر فينا نقول بين الطلاب بعد اجراء لامتحان، وخصوصا الرياضيات المات، بيعتبروا اليوم انه في اسئله صعبه مغيرة للسنوات الماضية، وكان مفترض بأنه يتم النظر لوضعهم خصوصا في ظل إضراب الأساتذة المستمر خلال هذا العام جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة والرواتب اللي اليوم عم تندفع بالليرة اللبنانية للأساتذة، الأمر الذي أعاق حضورهم إلى المدارس واضطروا إلى الإضراب، وبالتالي لم يتلقى الطلاب تعليمهم بشكل كامل. هذه هي الأجواء من هنا، نحن بنتمنى التوفيق لكل الطلاب في الشهادة الرسمية وتحديدا الترمينال من بعد ما تم إلغاء الشهادة المتوسطة، وهي طبيعة الحال هي البروفي. هذه الأجواء، شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، كانت معكم غيدة جبيلي وربيع تعوق.